رافعا العلم الفلسطيني، احتفل محمد الشيخ بفوز مهرته بحصولها على المركز الأول في مسابقة بطول العالم لجمال الخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس. وبهذه الكلمات عبر الشيخ عن فرحته: هذا الفوز بس لفلسطين ولا لأي حدا تاني، ولشعب فلسطين البطل، وإن شاء الله دائما بس إنجازات. وعلى أنغام السلام الوطني الفلسطيني تقدم ليستلم الكأس الذهبية التي توجت بها مهرته. هذا الفوز أكيد بعطي أمل وبعطي باركة أمل للجميع المربي الخيول، إنه كل واحد منهم ممكن يصل للعالمية زي ما محمد وصل. إحنا بنفتخر بالإنتاج اللي محمد الشيخ عمله وكل سنة بعمله، بس هاي السنة من إنتاجه من الفلس تاعته أنتج بطلة عالم اليوم كانت 2022. محمد الشيخ عمل فخر كتير لنا. جمال المهرة برأسها المميز وذيلها المرتفع وقوامها وحركتها المتناسقة جذبت المشاركين والزائرين للتفاعل معها أثناء عرضها على الحكام من بين منافساتها عن فئة المهرات لعمر العام، وهي أول إنتاج لمربط الشيخ الفلسطيني الذي يشارك بأعرق المسابقات الدولية وتفوز بالمركز الأول. هاي البطولة أهميتها يعني بمكان إنها من أفخم، أو خلينا نقول أفخم بطولة في العالم، من حيث الجودة في الخيل، من حيث المنافسة، ومن حيث أهميتها. فدائما يعني بعد موسم طويل من المنافسات معظم البلدان في العالم تتوجه لهذه البطولة حتى تنال شرف لقب بطولة العالم. مربط الشيخ أقام جناحا داخل البطولة تستقبلك فيه فتيات يرتدين الزي الفلسطيني وصور تعكس وطننا ومأكولات شعبية تأكيدا على تراثنا الشعبي ووجودنا. يعتبر فوز فلسطين بالمركز الأول في أعرق بطولات الخيل العربية الأصيلة إنجازا، ولكن الإنجاز الأكبر هو بأن تكون المهرة المشاركة من إنتاج فلسطيني بحت. إبراهيم لحموز، تلفزيون فلسطين، باريس.